mon nom personnel et au nom de tous les syndicalistes et les travailleurs de la Hajar, on vous souhaite la bienvenue. Donc, avec un programme spécial syndicat, sans la direction. Donc, on a choisi des unités de production très intéressantes à visiter. On va partir au fourneau numéro 2, d'aide ou la mémoire à Faroua, secteur de la Garoua et la tuberie Sens 2. Et par la suite, on a une petite rencontre avec les cadres syndicaux et vous aurez l'occasion de prendre la parole et d'animer l'idée. وزير المالية قال اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما ربحنا منه حتى شيء. احنا صوتنا ضده من البداية على خطر ماكش كان باين راح نخسروا أموان 57000 بوست دومبلوا ورايحات تغلق عشرات الألاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اليوم وزير المالية يقول خسرنا 2.2 مليار دولار. دي لوقت خدم عمال بيان سور القطاع الخاص لازم يحترم لا ليجيسلاسيون دو ترافاي الحقوق النقابيه ضمان الاجتماعي لازم التصريح بالعمال كي سوا ديكلاري باش نحافظوا على النقابه ونحميوا الصحه نتاع العمال نتاع عائلاتهم والحقوق نتاعهم وبالتالي اذا كان نتكلموا اليوم على هذا قانون الماليه التكميلي وهذا اتفاق الشراكه وكيفاش نحميوا الانتاج الوطني كيفاش نحميوا اما لازم تزيد القدره الشرائيه لازم تزيد القدرة الشرائية باش يسهلك أكثر. احنا كحزب وبدعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعني شرفنا أننا نستضيف هذه السنة في نهاية شهر نوفمبر المقبل المؤتمر العالمي المفتوح تاع الوفاق الدولي للعمال والشعوب. هذا اللي راح يشاركوا فيه منظمات عمالية نقابات وأحزاب بيانسيغ يسارية سافات سوا عمالية من كل القارات. إلى غاية الآن كاين ديجا حوالي منظمات من حوالي 80 بلاد، يعني وهذه حاجة غير مسبوقة، سيت اون بخوميير في القارة الإفريقية وبيان سور في المنطقة نتاعنا العربية. الحوار اللي درناه مع الأمين العام نتاع النقابة نتاعكم على جالب النضالات والانتصارات، وهما في اتصال مستمر باسكو ماذا بيهم هذا الانتصار يجيب انتصارات واحدة أخرى. زيارة تاع الأخت مبروكة عالم الشغل اليوم راح يستفاد من زيادات في إطار الإمداد تاع الاتفاقية الجماعية. وأنا النقابيين راهم لهنا باسمكم جميع نقولوا الأخت المركب تاع الحجار البيبان تاعو مفتوحة ليك في كل وقت.
مفتوحة لكل القوات الفاعلة في هذه البلاد لتهز صوت العمال وتحطه على أعلى مستوى باش هذه القلعة نتاع النضالات النقابية، هذه المنطقة الصناعية، هذا المركب يبقى للأجيال ويبقى المفخرة نتاعنا كل. وشكرا. هذه رسالة شكر وتحضير باسمك الأخت. هذا بيان باسمكم شكر وتقدير وعرفان للأخت ونشكرها، ولازم ترجعي تزورينا إن شاء الله. هذيك الحماية. هذيك الحماية. ونسي كلكو شوز. على كل حال نشكرك جزيل الشكر. أنا اللي فريمون نشكرك. لا لا حنا نشكرك على هذاك. تسمى العيد تاعنا وحضرتي معنا وكونتاكت مع الخدامة وهكذا. اي على الراس وان شاء الله نزيد نوجد لك واحد الملفات تاع الاستثمار كامل في اسرع وقت. في اسرع وقت نتصل بسي جعفر والاخوه نبلغوهم لك وحنا هنا. بارك الله فيك، بون كوراج، وتري بيانتو ان شاء الله. ميرسي، يعطيكم الصحه. ميرسي مسيو قادري، الله يعيشك، بارك الله فيكم.